تتألف طائفة النحل بشكل عام من ثلاث أنواع من الأفراد: الملكي والذكر والعاملي. دائما كان خطاب رب العالمين في القرآن للنحل بصفة الأنثى: اسلكي كلي. هذا يدلنا على أن الفرد الأهم في هذه الأسرة وهو العاملي الذي يقوم بجميع العمليات التي تحتاجها الخلية. فلدينا قسمين من العمليات: القسم الأول هي عمليات خارج الخلية، والقسم الثاني هي عمليات داخل الخلية. تنحصر العمليات داخل الخلية في رعاية الحضني من الأرضاع، من تنظيف النخاريب، من ترطيب العيون السداسي، أيضا من رعاية الملكي. أما الأعمال الخارجية تنحصر في جلب الماء، جلب الرحيق، جلب غبار الطلع، جلب العكبر، أيضا هذه أهم العمليات. أما الفرد الأهم والأساسي في الطائفة وهو الملكي. الملكي هي مديرة الخلية، هي التي تقوم بإدارة الخلية عن طريق الفرمونات التي تفرزها وتسيطر على الخلية. أيضا تضع بيوض هذه الملكي حوالي من 2000 إلى 2500 بيضة في اليوم الواحد. هذا الأمر يتعلق في مدى قوة الطائفة، مدى قوة الرحيق، مدى الظروف الجوية، هل هي باردة أم حارة. لذلك تختلف نسبة البيض باختلاف هذه العوامل. رح نتطرق اليوم لموضوع هام ما بين النحل في التربية القديمة والتربية الحديثة. في التربية القديمة كان الخلية أو الخلية النحل كانت هي عبارة عن خلية من الطين أو من الخشب غير قابلة للفتح، إما فقط أثناء جني الموسم. يعني إذا أردنا أن نفحصها نرى الأمراض فيها، نرى مدى قوة الخلية، هذا يكون من الصعوبة بمكان. أما اليوم التربية هي تربية حديثة تسمى بالخلايا الحديثة أو الخلايا الفنية. دائما الخلية الفنية بالأساس قياس عالمي تتألف من 10 إطارات من النحل. طبعا هذه التربية اختلفت عن التربية القديمة. قديما كانوا يقومون فقط في جني العسل، أما اليوم مع ظهور السلالات الجديدة اللي هي السلالات الأوروبية أو السلالات الهجينة مثل الكارنيكا، مثل اللوكستيكا، مثل البيكفاست، هذه سلالات يتم تهجيلها والحصول على الجيل الأول أو ما يسمى بF1. أهم منتجات الخلية الحالية هي العكبر، أيضا حبوب اللقاح من عن طريق مصايد حبوب اللقاح، أيضا الغذاء الملكي، العسل، خبز النحل. هذه اختلفت اختلاف جذري ما بين التربية القديمة والتربية الحديثة. في التربية القديمة كان فقط العسل. لو أردنا أن نتحدث بشكل عام عن النحل في منطقة الشمال السوري، في منطقة الشمال السوري هذا النحل اليوم هو نحل في الحقيقة يعني واقعه سيء جدا. السبب انحصار المراعي. قديما كانت هناك مراعي في مثلا الحسكي على القطن، كانت حماء النحالين يأخذون مثلا نحلهم إلى اليانسون، كان في اللاتي أو الساحل كانوا يشتون هناك على الحمضيات. اليوم انحصرت تربية النحل في الشمال، ولا يوجد سوى موسم أو موسمين اللي هن دائما يكون يا أما حبة البركة أو اليانسون بمساحات ضيقة جدا. من أهم المشاكل التي تعرض لها النحل بعد فترة اليانسون لا توجد مراعي أو المراعي نقول شبه معدومة. النقطة الثانية اللي هي أيضا انتشار المبيدات الزراعية أو المبيدات السامة، دائما تجعل هذه النحلة أو هذه الحشرة في موقع الخطر. مثل ما تلاحظوا هون نحن في مناطقنا في خضار، في مثلا عنا أتي، وفي عنا خيار، في عنا مثلا عبادي، عنا درة، هي مصدر جيد لحبوب اللقاح، لكن لا نستطيع أن نضع هناك في هذه الأماكن. السبب في ذلك هو انتشار المبيدات، فنلجأ إلى الجبال بما فيها من شوكيات حتى يتم الحفاظ على النحل من جهة، ومن جهة تانية تأمين مصدر لو كان وسطي حتى يتطور النحل. أهم الأمراض، إقراض النحل هو يعني يعتبر الأهم
ضرره على الخلية. السبب في ذلك يقوم بالتغذية على دم النحل ويقوم بأكل الأجنحة. من علامات ظهور الإقراض ظهور نحلات عديمة الأجنحة لا تحتوي سوى العروق. يفضل حيوان الإقراض يفضل العيش ضمن العيون السداسي للذكورة. السبب في ذلك أن دورة حياة الإقراض أو حيوان الإقراض يوافق دورة حياة الذكر اللي هي 24 يوم. نحن هون عنا بالطائفي في عنا ثلاث أفراد، عنا الملكي من وضع البيضة حتى تنتج في عنا 16 يوم، في عنا الذكر من البيضة حتى ينمو 24 يوم، وفي عنا العاملي 21 يوم. عنا أمراض الإسهال أيضا، هاي بتجي عن طريق التغذية السيئة، بتجي عن طريق الرطوبة، بتجي عن طريق التغذية الخارجية. عندما نحط نحن تغذية خارجية وبيجي نحل غريب عدة مناحل، فأحد المناحل بيكون مريض أو منصاب فبينقل المرض أو البكتيريا إلى التغذية، وبالتالي بتنتقل إلى جميع طوائف النحل. نلاحظ أن دائما في فرق ما بين تربية النحل السوري أو النحل الهجين. النحل الهجين دائما من أهم النصائح أن يجب أن تتوفر ملكي F0 في المنحل حتى دائما تكون هي عبارة عن بنك لإنتاج الملكات. النقطة الثانية أن يكون هناك علاقة، أو هي بالأساس أنها علاقة موجودة ما بين المزارع ومربي النحل. دائما يتم التنسيق ما بين المزارع ومربي النحل، فالمزارع بحاجة إلى مربي النحل من أجل التلقيح، ومربي النحل أيضا بحاجة إلى المزارع من أجل المحاصيل ومن أجل الحصول على الرحيق. يتم هذا التنسيق عن طريق الإرشاديات أو عن طريق الصيدليات الزراعية. حاليا نحن نفتقد في الحقيقة إلى الإرشاديات الزراعية، فيتم التنسيق غالبا بالمعارف الشخصية عن طريق الصيادلي الزراعي. هذه أهم النقاط، لأن المبيد يعني خطر لا يمكن إصلاحه بعد ذهاب الطائبة أو موت، لا يمكن عمل أي شيء.